السلام عليكم يا ذكور، رجعت لكم فيديو جديد كيف نحل مشكلة المورد من الشوب ماستر. في بعض الاحيان انت بتجيب منتج من علي اكسبريس تعمل له دروب شيبينج على اي باي، بكونش جاي مع المورد الشخصي، يعني انت بتعمل دروب شيبينج للمنتج هذا، هي اجا المورد علي اكسبريس، بس مثلا عملنا دروب شيبينج للمنتج هذا ما اجا علي اكسبريس. فالمشكلة احنا لازم نحلها على اساس ان الشوب ماستر يقدر يحسب السعر والمخزون ويشوف يشوف التغيرات اللي بتصير في علي اكسبريس، يعملها على الاي بي، ولما مثلا يشتري منتج منك تقدر انت عن طريق الشوب ماستر تشتري المنتج من خلاله اوتوماتيكيا يعني. فاحنا بنعمل هون، نيجي هون بنحط الرابط تاع المنتج اللي احنا الرابط تاع المنتج اللي بدنا نعمل له تظبيط على الشوب ماستر. فأول شي مندور على المنتج اللي مش موجود في الشوب ماستر، مش موجود مثلا انا لقيت ان المنتج هذا مش موجود على الاكسبريس، ورحت جبت الرابط تاع المنتج المطرح ما انا جبت الاولاني، بنحط امبورت. تقدر من خلال هاي تجيب منتج تاني وتحط له امبورت بدل منتج هذا مثل ما حكينا قبل، كلر مثل ما هو موجود. وهان بنختار نفس الاشي، اثنين نفس ما هو مكتوب هون بالضبط. ابديت ناو، ابديت نوت، ابديت ابديت. فهيك صار عندنا المنتج، وين المنتج؟ صار عندنا المنتج بعلي اكسبريس. جبنا احنا وهي هون صار يحسب الكمية وكل شيء، بس عبين ما يحل المنتج بيصير اوتو ريستوك، يعني بصير يحسب الشوب ماستر ويحطه على الاي بي. بنرجع لكم فيديو جديد.